معرض شخصي، في أعمال متنوعة، لكن المحور الأعمال دائما في هذا السلسلة اللي عملتها هي اللغة، وخاصة استخدام اللغة العربية. اللغة يعني استخدمت اللغة العربية بالذات، أنا كنت أدرس خارج الدولة وشفت أن استخدام اللغة الأجنبية هو اللي يعني طاغي على الساحة، وحتى مع الفنانين العرب، لأن ساحة الفنون المعاصرة طبعا في الخارج أغلبها تتكلم باللغة الأجنبية، فحسيت من المفروض جدا أن أنا أتمسك به وأعرض الأعمال كلها باللغة العربية وعلى الأشخاص اللي خارج سياق اللغة العربية عشان يفهمون العمل، يجب أن يحللون، يجب أن يقرؤون، يجب أن يترجمون العمل. بشكل عملي كل المفردات اللي أستخدمها دائماً لها معنيين، أو توحي بتضارب، أو توحي بشيئين غير متصلين بس في لهم كأن رابط معين. فبعض الأعمال اللي انعرضت وهي أول الأعمال الموجودة في المعرض هي عبارة عن لوحة مخرج اللي تضع على البيبان، يعني لوحة نشوفها دائما في الأماكن العامة، لكن إذا اختفت النقطة من كلمة مخرج تعطينا كلمة مختلفة جدا وهي محرج. فكيف يكون المخرج إذا كان محرجاً؟ مخرج محرج. وكذلك الأعمال الثانية مثل تفكير وتكفير، بس بحركة حرف واحد تعطينا معنيين مختلفين جداً.